سلام، مش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ اليوم البنات كما على بالكم كما تدخلني كتبعتوا، جيت نوري لكم لي برودوي تاع تيمو اللي شريتهم للتحضيرات تاع عيد ميلاد بنتي. الوغ جيت نوري لكم ابري واش شريت من عندهم، واذا عجبوني ولا ما عجبونيش راح تشوفوا كل حاجه يعني في هذا لا فيديو وبالتفصيل، ونوري لكم الحاجه الحاجه. وانا عن نفسي حاجات بزاف جميله 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 جدا، شي كيما توقعتها يعني كي تشوفوها في السيت، ماشي كيما ديروا في بالكم باللي راح تلحق لكم. الو البنات اقعدوا معايا وراح نوري لكم كامل كامل اللي تخلي يجوني من تيمو. بسم الله راح نبداو. كل حاجه بزاف هكا شفت نحوس كل حاجة حنوريها لكم هنايا ونوريها لكم في لافوتو كيفاش تلقاوها وتعرفوا واش معناتها، باسكو مانيش حابة نفتحهم دوكا. الوغ هادو هذا وهذا، راح نفتحو حاجة حاجة. نوضح وشوفوا تاني يجوا معاهم من هادو باش تلصقوهم، هادو باش تلصقوهم. الو هادي طلعة بالون مكتوبة فيها هابي بيرثداي، وهادي تاني باش تلصقوها تاني، والعصا تاعهم. وهذه العصا وتجي معاهم ثاني في هذه كبيره. مكتوبة نمبر 2، نمبر 2 تقطو بنتي 2 years، مكتوبة نمبر 2. حنحط لكم كل حاجه في الصور تاعهم تاعهم. هذه ثاني كيف كيف سيم، واش نبرك نشوف حتى معاهم. رجع معاهم هذه كبيره وردة كبيره، شوفوا كبيره وهادو سين، وهادو تانيك لي بالون تانيك. دوك نحط لكم هنايا لا فوتو كيفاش يخرجوا. وهادو تانيك لي بالون وعندهم ستاند تاعهم. تانيك راح نحط لكم هنايا لا فوتو وشوفوها كيفاش دايره الى حبيتو تحصلوا عليها. هادو بالونات صغار بس انا راح ندير لها هكذا لو تان تاع يكون هكذا صفر مع البيض. الو هادو تاني بيضان بيضان. جبت ساشيات هكذا تاليك هيلين طالي في هيلا انه ترجعوا الفرنس تاعها الحلويات ولا بيكادو ترجعهم في هادو كلهم. هاي اللي عجبوني تانيك اوكي. وهذا كاين فاتي مكوى، كاين كباصة صغار وكباصة اكبر، وكاين تانيك المغارب حقيقي، وكاين المغارب تانيك الفراشط هكذا. شو عاملك حنوريهم كل تانيك نحطكم لافوتو ديالها. وتباصة صغار
بتباصع اكبر نعملك. اوكي هلا هذا اشتغل بدنا هبدنا. وجبت ثانيك وجبت هذه اللوحة مكتوبة فيها دونات وفيهم هادو شوفوهم. الو هادو واش نديرو بهم؟ نعلقوهم هنايا كامل وديروا لي دونات تاعكم هنايا. شابه كديكور للبركان شابه بزاف. جبت لها هادو نحطو هكذا على الراس تعجبوني. عرفتي نحطو هكذا على شعر هكا so nice I like it حبيتها. وكاينة واحدة أخرى تاني هي لو معلش ندير هادي من هذا لوك. واو أنا حبيتهم بزاف صرتو مع الشعر. أوكي تاني جيت جبت هاد الورق نديكوري به الكيك. عندك شابين عجبوني هادو بزاف عجبوني. هاك انا متاكده هذا الديكور يحوس بزاف بزاف. هاي على كل حال نوري لكم الديكور تاعك صح. اي دون نو الا حنحطو هنايا ولا نحطو في انستغرام ولا نحطو في تيك توك اي دون نو. المهم راح نوريكم عجبوني هادو مانيش حابه نحيو. اوكي جبت هادو تانيك شوفوا شحال هايلين صح. انا مش راح نديرهم يشربوا بهم نو واش راح ندير بهم نشوفوا نحلهم نكبر قبل دوك نقول لكم علاش قلت هكذاك. هما هاهم ليك سو نايس هاهم ليك شوف شحال شابين. انا وعلاش قلت هكذا باسكو جبت والله انا لقيتها جبت هذه باش ندير سول البنات هاهم ليك. هادو تحطو فيهم عفايس وتلصقوهم هنايا ودير. انا حبيت ندير واحد الحلوى هكذا حلويات هكذا يجو فيهم بيان صح نديرهم صفوره وبيوضه يجو كي الكوجاك هكذا محطوطين يجو شابين. مهم كديكور يجي شباب عافية راسي هذاك الديكور. اوكي زيدو ما نسيت والو قبل ما نوري لكم. اسمع شريت هادو عجبوني شوفو شحال شابين هكذا يجو بزاف هايلين. وشريت هادو التانيك هنا هما هادو شوفو شحال شابين التانيك هكذا ويجو مع المغارف ديالهم هاك التانيك حبيت. الوغ البنات جبت هاد الموديل هاوليك وجبت هاد الموديل هادو جاو الملاعق تاعهم تاني كاوليك واش حاجة نسيتها جبت هادو الريشات هادو تاني عجبوني ديجا خدمت بهادي الو عجبوني تاني هادو دوك نحط لكم تاني هنا الفوتو ديالها. وجينا الحاجة الأخرى اللي خليتها هي الأخرى هاي لا غوب لا حد اللي صار بنتي شوفوا شحال شابة شوفوا قولوا لي البنات كواليتي كل حاجة فيها مليحة شوفوها انا هاد لاغوب بزاف عجبتني
تاني كتوك نحطها لكم هنايا. الو البنات، كامل اللي بخدوي هادو نحطه لكم في صندوق الوصف، يعني تروحوا ديريكتومون بهذاك اللينك لا حنحطو وتروحوا تشرو من تما الى راكم حابين. وتانيك الى اول مره طلعي هاد الاب راح يكون عندك كود برومو، ديري الكود اللي حنعطيه لك راح ينقص لكم 50%، يعني من اي حاجه راح تشروها راح ينقص لكم منها 50% الا كان اول مره فيرست تايم راح تطلعي هاد الاب. راح تكون عندك يعني 50% من كل حاجة اللي راح تشريها بالكود اللي حنحطه تانيك من تحت. هذا مكان إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا بهذا الأشياء اللي اشتريتها. لحقنا نهاية لا فيديو، إن شاء الله تكون استمتعتوا كما أنا استمتعت بهذا المنظر الجميل اللي هي كلها ورود. وان شاء الله يخليكم كامل اللي عم يشاهدوا فيها، يخليكم كامل ربي ان شاء الله ورود، ويعطيكم الصحة على المتابعة، ومع الف سلامة. باي باي.